في إطار البرنامج تاع الولاية اللي قاموا بزراعة حوالي 100 هكتار، من ضمنها 15 هكتار هذه على مستوى القسم الفرعي الفلاحي لدائرة لاغما. ومع الإنتاج اللي رانا نشوفوا فيه واللي رانا درك التقدير تاعو لا راح يكون في حدود 15 قنطار وأكثر. تجربة أولى، نتائج جد مرضية، إن شاء الله تكون مساحات أكثر في العام المقبل إن شاء الله. رانا زرعنا هكتارين وإن شاء الله العام الجاي رانا نتوسعوا في هذه المساحات. راهي الدولة راهي الآن راهي متكفلة بآلة الحصاد ووفرت لنا البذور.